فريدة انت عارفة انا بقدرك قد ايه، واكيد طبعا عارفة ان المكتب ده بالنسبة لأدري عامل ازاي. عارفة يا أدري، عارفة انك عايش حياتك للشغل والمكتب، عارفة كمان انك بتقدرني. قول ادخل في الموضوع. اوكي. بصراحة يا فريدة انا حاسس ان وقتي ومجهودي ما بقوش بيتقدروا في المكتب ده. ازاي؟ في ناس تانية يعني ما بيعملوش نص مجهودي وللأسف في الآخر الكريدت بيروح ليهم هم. كل ده ليه؟ عشان دارسين بره مثلا؟ أنا دارسة في أمريكا، إيه العلاقة؟ لا ما مش كل الناس زي بعضها، في ناس يا أدري يا أدري كام مرة أقول لك كليات حقوق مصر خرجت أساتذة قانون وعباقرة؟ مش ذنبنا خالص إن أنت مش واحد منهم. مبدئيا كده الحمد لله على السلامة. الساعة كام؟ الساعة 12. الساعة 12. الساعة 12. طب احكي لنا صحيح عملت ايه امبارح في الصاله؟ صدقني بقى انت مش عايز تعرف انا كنت فين امبارح ومع مين. ليه بقى؟ ان شاء الله كنت مع جي لو مثلا. زين، من بكره محتاج تبدا انترفيوز عشان تعين محامي تحت التمرين. اوكي، بس انا مش محتاج محامي تحت التمرين. لا محتاج يا ابني افهم، انا برقيك هتبقى شريك بحصه في المكتب. ايه؟ هو شريك يا فريده مش انا؟ لا معلش يا فريده سوري انا اسف، كده كتير عليا قوي بصراحه، لان يا فريده اللي المفروض يترقى هو انا مش هو، لان انا الاكفأ وانا الاقدم وانا اللي اكاد اكون اشك منه. واللي مول شرفه منه، وبعدين انت عارف كويس قوي اني ما بحبش حد يشاور لي بالصباع ده. القرار اتاخد خلاص، انت من بكره هتبدا تعمل انترفيوز، وانت انتوا الاثنين على مكاتبكم. يلا بليز يا ادري خلاص. طبعا طبعا شكرا. طيب مبروك عليكم. انا هتقعد لي على مكتبك يا زين؟ واضح ان انتوا كلكم سعداء بالترقيه دي. ما بدري، ما انا قلت لك ان انا هتاخر وانت قلت لي اوكي انا كده كده هتاخر. كملي، انا مش فاقد الذاكره، انا قلت لك اتاخري مش معناها خالص انك تيجي بعدين. انت فعلا مش فاقد الذاكره، لان انا الذاكره بتاعتك، فلما اقول لك اني قلت لك ان انا هتاخر وانت قلت لي اوكي تبقى تصدق. اوكي هعديها لك بس عشان عندي خبر كويس. جهزي نفسك، بكره عندنا انترفيوز، عين محامي جديد. ايه ده؟ يعني خلاص بقيت شريك؟ يبقى اكيد هنحتفل النهارده.